فكرة إنها ممكن تقعد تتفرج على مسلسلات قصص الحب، تقرأ قصص حب، تبقى ليها أصدقاء من الولاد. الأب بقى بيغير على بنوته، يتعامل معاها إزاي؟ وهل يعني عارف الموضوع ده شائك قوي لما بشبع احتياجات بنتي العاطفية من ناحية الأب، والأب تحديدا، لأن هنا أنا حسيت إن أنا بقيت أنثى، فأنا محتاجة إن حد يشكر في جمالي وفي أسلوبي وفي رقتي وفي شكل لبسي وشكل جسمي. الحاجات دي كلها لو تم إشباعها من الأب، صدقيني البنت مش هتبقى عندها احتياجات هي عايزة تشبعها من بره. بس هنقول إنها داخلة المرحلة دي، حتى لو هي داخلة المرحلة دي يسمح لها ولا يفضل يقول لا انا بنتي؟ بصي خليني اقول لك على حاجه، الحته دي الفاصل فيها ان انا هقول لها ان انت طول ما انت بتعملي الحاجه وبترجعي تحكي لي، انا واثق فيك ان انت هتحسني الاختيار مش هتسيئي الاختيار. وخلينا عارفين ان احنا لما بنعرف المراهق على مشاعره، يعني دي مشاعر مؤقته، مش المشاعر اللي هتفضل ثابته ومستمره معاك مدى الحياه. فحبيبه قلب بابا، انت مثلا معجبه بفلان ليه؟ وخدي بالك ان انا لما بسمع من ابني او من بنتي اسباب الاعجاب، يبقى معنى كده ان دي حاجه مفتقدها جوه البيت. يعني مثلا يا بابا اصل هو بيحب يسمعني كتير، فمعنى كده ان انا مش مديه مساحه الاستماع جوه البيت من ابني او بنتي. مثلا اصل هو بيهتم بتفاصيلي وطول الوقت بيتكلم معايا، شريك لاهتماماتي بالظبط. فمعنى كده برضو ان هي محتاجه ان انا جوه البيت عملتي ايه النهارده في المدرسه، مين اصحابك، الولد بقى وحاله العناد والعنفوانيه، وانا الراجل، وممكن يدخل على مثلا مرحله ان هو يشرب سجاير، يخش في سكه ان هو يحس انه راجل. بصي انا بشوف ان حتى دي هي مراحل مشتركه او يعني مشاكل مشتركه ما بين الولد والبنت. بس احنا لو هنقول دلوقتي الولد بطبيعه الحال عشان نبره صوته، فانا هنا هتكلم معاه في ان حته انا مش هتعامل معاك طول ما انت متعصب، لان ده بيضايقني وده انا رافضاه. فبالتالي انا مش هاجي افرض عليه امر وطي صوتك، اتكلم باسلوب احسن من ده، لان هنا هيعند معايا اكتر ومش هحتوي المشكله. امال اعمل ايه؟ لما تبقى هادي وتعرف تتكلم باسلوب كويس هبقى اتكلم معاك، وارفض فعلا التعامل معاه في الوقت ده من غير ما اضرب ومن غير ما اقول له وطي صوتك، انت ايه قله الادب اللي انت فيها. بالند انا هنا هخسر، لان هو هيصعد عليا اكتر، لان تاني مرحله اثبات الذات، فانت هتتعصبي عليا انا هتعصب اكتر، هتعلي صوتك انا هعلي صوتي اعلى منك، هتبداي تمدي ايدك عليا انا همدي ايدي عليكي. فانا هنا كولي امر هخسر، فانا من البدايه انا مش هعرف اتعامل معاك او اتكلم معاك غير لما توطي صوتك وتكلمني باسلوب افضل من ده، تمام؟ وامشي من قدامه، لان في امهات او اباء بيقفوا بمنتهى الاحتداد قدام المراهق، فبتلاقي ان هو مثلا بدا يحدف عليهم حاجه، بدا يزقهم، وبتلاقي ان المشاكل دي كومن قوي في المرحله دي. انا مش من الصح، هو انسحابك هنا من الموقف بيقول له انا برضو ما زلت عند كلامي، مش هتعامل معاك ولا هتكلم معاك، بس تتعامل باسلوب محترم ونتناقش ونتكلم ونوصل لمرحله اقناع. بالظبط صحيح. ابطل ان انا ازود الفجوه واخصمهم بالايام والشهور، واصل انا مش هتكلم على حد محترم نفسه. انتوا هنا بتزودوا الجفا جوه اولادكم في ان هو متعود ان انت ما بتكلمهوش، فلما بتيجي انت تكلميه اعملي اللي انت عايزاه. التواصل هو المهم، وهو ده اللي هناخده في الاخر ما بين الاب والام مع ابنائهم ولد او بنت، وده مهم جدا ولازم يستوعبوا حالة إثبات الذات اللي حضرتك قلتيها.